انا ابراهيم اللي بكينيا سنه وشوي تقريبا. هيدي ثالث ميشن لإلي. واحد من المشاريع اللي عم بشتغل عليهم هلا هو مشروع الامراض الغير معديه. من الاشياء اللي عم نشتغلها هلا نحن نأهل ونساعد بتجهيز مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. اكيد جائحه كورونا اثرت كثير على النظام الطبي، فنحن بفريق اطباء بلا حدود كلوجستيين وكفريق طبي عم نعمل قدر المستطاع كرمال نقدر نأمن الادويه. بطبيعه شغلي ما بتعاطى بشكل مباشر مع المرضى، فنحن من الاشياء اللي بنقوم فيها بطبيعه شغلنا هو ندرب ونساعد المستشفيات او المراكز الرعايه الصحيه الاوليه بالمناطق هون كيف يقدروا يديروا المستشفى او العياده. مع اطباء بلا حدود كل مشروع او كل بلد بنروح له او بنشتغل فيه بزيد كثير على خبرتنا وعلى معرفتنا، واكيد متعلم كثير من الثقافه اللي احنا عم نشتغل فيها او من المجتمع اللي احنا عم نتعلم منه او عم نشتغل معه. فانا بنصح اي حدا عنده حب المساعده، حب انه يشتغل مع عالم ويشوف التاثير تبع شغله، فبنصح عن جد اي حدا عنده هالصفات وعنده الخبره اللازمه ينضم للفريق تبعنا، لانه الخبره اللي بتخدم المسافه صعب نلاقيها باي مكان ثاني.